أدت الأمطار التي تجتاح عددا من دول الشرق الأوسط إلى وفاة العشرات وإصابة آخرين جراء السيول والفيضانات، وأعلنت كل من الأردن ومصر والعراق واليمن حالة التأهب القصوى، في حين حذرت هيئات الأرصاد الجوية في عدة دول عربية من طقس سيء يسود بعض بلدان المنطقة في الأيام القليلة المقبلة. المزيد في التقرير التالي. موجة أخرى من الاضطرابات الجوية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت موجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح عدد من دوله إلى وفاة العشرات وإصابة آخرين جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة، وخاصة في الأردن ومصر والعراق واليمن. في مصر أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في محافظتي البحيرة والغربية نتيجة الأمطار التي غمرت المحافظات بالسيول الجارفة، لتعلن السلطات المصرية على إثرها رفع حالة التأهب في المستشفيات والمراكز الطبية بسبب رداءة الأحوال الجوية، فيما شهدت عدة شوارع مركزية في كبرى المدن المصرية شللا تاما في حركة المرور نتيجة الفيضانات. وفي العراق أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل 58 شخصا على الأقل بصعقات كهربائية أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها العراق، لتكشف عن مدى تدهور مستوى الخدمات العامة في البلاد. أما في الأردن فقد لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا في منزلهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الأردنية عمان، في حين أغلقت العديد من الأنفاق والشوارع وأعلنت حالة الطوارئ. ولم يكفي المدنيين جحيم الصراع الدائر في البلاد ليحصد إعصار شابالا بدوره مزيدا من الأرواح، الحصيلة مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين. الإعصار دفع ب3000 أسرة إلى النزوح علاوة على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية. إلى ذلك تحذر دائرة الأرصاد الجوية في عدد من عواصم العالم العربي من موجة فيضانات وسيول جديدة متوقع أن تجتاح المنطقة في قادم الأيام، وسط تخوفات من كوارث طبيعية تعمق جراح الكوارث التي يعيشها الشرق الأوسط.